السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر، الكتاب الإضافي، كتاب الامتحانات الترم الأول 2024، منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي. هتلاقوا في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة تشغيل فيها شرح المنهج بالتفصيل وحل تدريبات كتاب المعاصر، وكمان قائمة تشغيل فيها حل كتاب A Week is Enough صفحة 57. النهاردة هنبدأ صفحة 57 وامتحانات الامتحان الرابع والخامس والسادس. هنبدأ بالامتحان الرابع، محافظة القليوبية، إدارة قليوب التعليمية. إدارة قليوب التعليمية. السؤال الأول: Listen and write T true or F false. استمع واكتب T لو جملة true صح، or F لو جملة false خطأ. نسمع ونحل. Elephantine Island is in Aswan. It's the oldest part of Aswan. Yesterday I was traveling by boat to the island with my friends. We were trying to understand the elephantine name. We think it's a shape. The island is full of history. يبقى احنا كتبنا true false false ليه؟ جزيرة فيلة هي أقدم جزء في أسوان؟ آه. رحت لجزيرة فيلة لوحدي؟ قال لي لا، مع أصدقائه أو مع أصدقائي. سافرنا بالقطر؟ لا طبعا، سافرنا بالقارب باي بوت. يبقى بسمع وحل. السؤال التاني: listen and complete. استمع وأكمل. أيمن أند ممدوح: What would you like to be when you grow up? I'd like to be a computer programmer. Why would you like to have this job? Because I enjoy solving problems. Do you enjoy working with other people? Of course, we don't always agree, but we work out the best solutions. يبقى بسمع وحل. هنا ممدوح عايز يبقى مبرمج كمبيوتر بيتمتع بحل المشاكل، هو بيتمتع بالعمل مع الآخرين. السؤال الثالث: choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C, O, D من الأربع اختيارات. نقط: the بسبوسة in the oven. mix اخلط ولا eat كل ولا drink اشرب ولا bake. bake طبعا، اخبز البسبوسة في الفرن. she is good at playing the piano. هي جيدة في العزف على البيانو. she is a pianist. عازفة بيانو. Were you traveling to Aswan? يبقى yes I was. هل كنت بتسافر لأسوان؟ آه. I would like not apples please. some apples ده اسم جمع، يبقى آه وآن قبل المفرد مرفوضة. some هنا في الإثبات والعرض والطلب. I would like some apples. أريد بعض التفاح لو سمحت. السؤال الرابع: read and match. اقرأ وصل A with B. to grab يسحب أو يشد. is to pick something up quickly. يشد حاجة بسرعة. How about buying? ما رأيك في شراء some lemons to بعض الليمون أيضا. What were you doing? كنت بتعمل إيه at 8 p.m. yesterday. الساعة 8 بالليل امبارح. Tourism السياحة. helps people بتساعد الناس. learn about new cultures إنهم يتعلموا عن الثقافات الجديدة. السؤال الخامس: قطع عليها مجموعة من الأسئلة. نقرأ القطع ونترجموها ونحلوا الأسئلة. Read the text. اقرأ النص and answer the questions. وأجب عن الأسئلة. The very hot summer became a heat wave. الصيف الحار جدا بيصبح موجة حارة. A heat wave is when the temperature goes high. فالموجة الحارة بتبقى عندما تصبح درجة الحرارة عالية جدا، above 40 degrees، فوق 40 درجة مئوية. and no one can do anything، ولا يستطيع أن أي أحد، لا يستطيع أي أحد أن يفعل أي شيء. we stayed in the shade، بقينا في الظل. and tried to drink lots of water، وحاولنا أن نشرب الكثير من الماء. mom asked me، الأم طلبت مني. And my friend وصديقتي لميا to go to the store. نذهب إلى المتجر. To buy لكي نشتري. Watermelon بطيخ. Grapes عنب. And lemons ليمون. To make lemonade لكي نعمل عصير ليمون. To cool us down عشان يهدينا شوية.
We went to the store. ذهبنا إلى المتجر. We came back on the shady side. رجعنا في الجانب المظلل of the street اللي فيه ظل للشارع. And passed all our friends' houses. وعدينا على كل منازل أصدقائنا. Page 58. وأسئلة القطعة. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. The underlined phrase heat wave means موجة حارة معناها إيه؟ معناها مثلا too hot حار أكثر من اللازم. We came back on the shady side. رجعنا في الجزء اللي فيه ظل of the street. Summarize the first paragraph. لخص الفقرة الأولى in one sentence في جملة واحدة. هقول مثلا A heat wave is very hot summer. مثلا صيف حار جدا. Why did they come back on the shady side of the street? ليه رجعوا في الجانب اللي فيه ظل في الشارع؟ هقول مثلا because there is a heat wave عشان في موجة حارة. عايز اقول and it is too hot. ماشي مش عايز خلاص. السؤال اللي بعده reorder الرتب. How often do you play tennis؟ كم مرة؟ انت بتلعب فيها تنس؟ I like our school uniform. يعني انا بحب ايه؟ our school uniform. we نسينا انا بس نحط علامة استفهام عشان دي سؤال. خلي بالنا من علامات الترقيم. We need to pack our suitcases. We must work hard. يجب أن نعمل بجدية. Stop pollution عشان نوقف التلوث. السؤال السابع منقطويت علامات ترقيم. Alexandria is a city in the north of Egypt. الـ A capital. هنا الـ A capital في مصر عشان دولة. أول حرف في الجملة capital. طب دي جملة فلو ستوب. عرفنا ازاي ان هي بدأ باسم مدينة اسكندرية. لو بدأ باسم او ضمير تبقى جملة عادية. السؤال الثامن اكتب باراجراف من 40 كلمة باستخدام العناصر الاشارية. My favorite fruit فاكهتي المفضلة. العنوان في نص السطر اللي هو My favorite fruit. بين علامات تنصيص. هنا طبعا بيقولي كوكتيل جوس عصير كوكتيل مانجو كيك كيكة المانجا. يبقى كده هنتكلم عن المانجا. يبقى my favorite fruit فاكهتي المفضلة is بتكون مانجو. ممكن اقول مثلا I like انا بحب drinking ان انا اشرب مانجو جوس عصير البرتقال. My sister اختي likes بتحب كوكتيل جوس عصير
الكوكتيل. مثلا we grow mangoes in Egypt، بنزرع المانجا فين؟ في مصر. I often، مثلا أنا غالبا، I often use mangoes، بستخدم المانجا to make، عشان أعمل fruit salad، سلطة إيه؟ فاكهة. my mother، أمي makes، بتعمل مانجو كيكس. ثم أقول مانجوز ار هيلثي، المانجوز هيلثي أو هيلثي فود، أطعمة صحية. عايز نكمل، ممكن أقول إيه؟ ماي أنكل، كل دي أفكار بكتبها. ماي أنكل يعني عمي، هاز أ مانجو تري، عنده شجرة مانجا. in his garden، في حديقته. page 59، صفحة 59. محافظة الشرقية، إدارة منيا القمح التعليمية. السؤال الأول، listen and write، استمع واكتب، تي لو الجملة true or if لو الجملة false. Nadine likes sports، her favorite sport is basketball، she is very good at playing basketball، she is also good at football، but she is bad at playing squash. يبقى انا اقول لك نادين بتحب الالعاب الرياضيه، ايوه. رياضتها المفضله التنس، قال لي لا، في نص الاستماع قال لي الباسكت بول، هي سيئه في لعب الاسكواش، ايوه. يبقى ترو فولس ترو. السؤال التاني، listen and complete، استمع واكمل. نسمع ونكمل. teacher and طارق، teacher what is this thing in your bag، it's a squash racket. Are you good at playing squash؟ Yes, I am. Where do you play squash؟ I play it in the club. يبقى أول كلمة teacher، teacher هنا بمعنى مدرس، والتانية racket بمعنى مضرب للسكواش مثلا، وهنا good جيد فيه. لازم نكون حافظين الكلمات عشان نعرف نكتب صح. السؤال التالت، choose، اختياري. And what in ancient Egypt bought and sold things like gold؟ نقط في مصر القديمة، اشتروا وباعوا الأشياء زي الذهب. مين اللي اشترى وباع الأشياء؟ أكيد تريدر، سكرايب كاتب، لأ يبقى تريدر تاجر، تريدر إيه؟ تاجر. فيت طبيب بيطري، لأ. فيشرمان صياد، لأ. أي ويل بلاك، نقط، أون ماي هاند إن وينتر، يبقى جلافز، بلبس جوانتي أسود على إيدي في الشتاء. وي ماسنت، بيقول مصر، وي ماسنت توك، لا يجب أن نتحدث. إن ذا لايبراري، في المكتبة. There aren't، نقط، figs in the fridge، there aren't any، مفيش أي من التين في التلاجة، يبقى aren't any. السؤال الرابع، وصل، read and match، اقرأ وصل، A with B. The dentist، طبيب السنان، looks after، بيعتني بيه، people's teeth، أسنان الناس. It is very hot، الجو حار جدا، and dry، وجاف جدا. In the desert، في الصحراء. She went to the market، هي راحت إلى الماركت، to buy some vegetables، لكي تشتري بعض الخضروات. Our school uniform، زينا المدرسة الموحد، is really smart، هو حقا أنيق. حقا إيه؟ أنيق. السؤال الخامس، قطع لأسئلة، نقرأ القطعة ونترجموها ونحل الأسئلة. طابة is an excellent example، هي مثال مثالي أو مثال ممتاز. of a part of Egypt، لجزء من مصر. where ecosystem، where ecotourism، حيث السياحة البيئية. works well، تعمل بصورة جيدة. you can find valleys،
تستطيع أن تجد الأودية، mountains الجبال، desert الصحراء، and the seasir والبحر هناك. You can find fantastic wildlife، تستطيع أن تجد الحياة البرية الرائعة in طابا في مدينة طابا، like the Nubian ibex زي الوعل النوبي، and the rare birds والطيور النادرة. The local people السكان المحليين are very friendly ودودين جدا. So the eco-tourists ولذلك السياح البيئيين can have a meal يستطيع أن يتناولوا وجبة with them معاهم or talk to them أو كمان يكلموهم about their culture عن ثقافتهم. Eco-tourists السياح البيئيون in top of top can enjoy diving ممكن يتمتعوا بالغوص hiking والتنزه يعني التمشي أسألني مثلا في معناها and camping والتخييم. They can stay in camps بيقدروا يقيموا في معسكرات and ecologists ونظر بيئية. You can find everything تستطيع أن تجد أي شيء in طابا في مدينة طابا for a great holiday لأجازة رائعة. Page 60 وأسئلة القطع. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. The text النص is about أكيد طابة عن مدينة طابة. The underlying word hiking هنا معنى hiking يعني walking التنزه أو التمشي. What can ecotourists do with local people السياح البيئيون بيقدروا يعملوا إيه مع السكان المحليين. هقول they can have a meal ممكن يتناولوا وجبة with them معاهم or talk to them أو يكلموهم about their culture عن ثقافتهم. السؤال الرابع ايكو توريزم works well in طابا يعني السياحة البيئية بتعمل بصورة جيدة في طابا. how يعني كيف ممكن اقول ان السياحة البيئية بتعمل كويس في طابا ان في مثلا في طابا مجموعة من الاماكن مجموعة من الاودية يعني مثلا اقول you can find villages mountains desert and the Caesar تقدر تلاقي الكلام ده كله أودية والجبال وصحراء والبحر هناك. مش كده بس you can find تستطيع أن تجد you can find fantastic wildlife حياة برية رائعة in طابة فين في طابة. السؤال السادس reorder يعني رتب. What do you usually wear ماذا عادة ترتدي ماذا عادة ترتدي what do you usually wear. Do you drive هل بتسوق to work إلى العمل every day كل يوم. إيكو توريزم السياحة البيئية looks after تعتني بي the environment البيئة. What would you like to drink تحب تشرب ايه. Does أحمد go to school on Monday هنا دي كابيتال
هل احمد بيروح للمدرسه يوم الاثنين؟ هنا طبعا احمد الايه كابيتال، اسماء اشخاص، خلاص ماندي يوم الاثنين ايام الاسبوع كابيتال خلاص، ده سؤال يبقى علامه استفهام عشان ده بمعنى هل، وهل ده سؤال والاجابه يا اما يس او نو. هنا اكتب بيوغرافي يعني سيره ذاتيه of about 40 words من 40 كلمه using the following guiding elements باستخدام العناصر الارشاديه الاتيه: a famous sports person شخص رياضي مشهور. اكتب العنوان في نص السطر. بين علامات تنصيص. What is his sport؟ ايه لعبته؟ او what is her sport؟ ايه لعبتها؟ why is he famous؟ ليه هو مشهور؟ او why is she famous؟ ليه هي مشهورة؟ على حسب هتكلم على رجل او امرأة. ممكن نتكلم عن هدايا ملك وخدناها قبل كده. هدايا ملك is a very famous sports person. العنوان في نص السطر، بسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة نقطة. طب لو الجملة التانية لا، هتبقى من أول السطر عادي، مش هسيب مسافة. ممكن أقول she was born، اتولدت on April في شهر ابريل 21 1993 عام 1993 مثلا. she began بدأت practicing تايكوندو في ممارسة التايكوندو at the age في عمر of 7 السابعة. she carried هي شالت أو حملت the Egyptian flag العلم المصري at Tokyo أولمبيك جيمز in 2021 so she is famous، لذلك هي ايه مشهورة. عايز تكمل ماشي، مش عايز خلاص وصلنا لـ40 كلمة او ازيد فكرة الموضوع يبقى خلاص كده. يبقى خلصنا الامتحان الخامس ونبدأ مع بعض الامتحان السادس. بيج 61 صفحة 61 محافظة المنوفية إدارة منوف التعليمية. السؤال الأول listen and write، استمع واكتب. تي لو الجملة true or if لو الجملة false. نسمع ونحل. ذا جلابية is a traditional Egyptian clothing. it's made from cotton. ذا جلابية have pockets but they're hidden. The sleeves are long so we don't get sunburned. يبقى الجلابية ملابس حديثة؟ لا طبعا، قال لي تقليدية. الجلابية مصنوعة من القطن؟ قال لي اه. الجلابية فيها جيوب مخفية؟ قال لي اه. السؤال التاني listen اه بس listen and complete، استمع واكمل. Remus and her mom are in the market. Remus and her mom are buying apples. Remus would like some oranges. Remus would like some oranges. Mom asks Remus, how about buying some bananas too? يبقى Remus تشتري تفاح مع أمها، بتحب برتقان أو عايزة برتقان. الأم تطلب منها ايه رأيها في شراء بعض ايه الموز. السؤال الثالث اختار.
choose the correct answer. My school not is a blue skirt and yellow shirt. يبقى uniform. ازاي المدرسة الموحد هو جيبة زرقاء وتيشيرت أصفر. ايكوتوريزم السياحة البيئية. helps to بتساعد ايه؟ protect ان هي تحمي the wildlife الحياة البرية. I went outside أنا ذهبت للخارج to help عشان أساعد my friend صديقي. How often do you walk to school? Do you كم مرة بتمشي فيها إلى المدرسة؟ How often do you walk to school؟ السؤال الرابع read and match اقرأ وصل A with B العمود A بالعمود B. Emissions are هنا بمعنى انبعاثات بتكون إيه؟ gases غازات from cars or factories من السيارات أو المصانع. I work in a team أنا بشتغل في فريق. When I am playing football لما ألعب كرة قدم. We use leather بنستخدم الجلد to make shoes عشان نعمل أحذية and bags وشنط. What did a scribe do ماذا يفعل الكاتب. He wrote everything down دون كل شيء أو كتب كل شيء. السؤال الخامس read the text يعني اقرأ النص and answer the questions وأجب عن الأسئلة. علي آية and مروة like sports بيحبوا الألعاب الرياضية. علي likes football علي بيحب كرة القدم. He plays it with his friends بيلعبها مع أصدقائه. On Friday يوم الجمعة they play football on the beach بيلعبوا كرة قدم على الملعب. His team always wins فريقه دايما بيفوز. مروة likes swimming تحب مروة السباحة. She goes to the swimming pool every day تذهب إلى حمام السباحة كل يوم. She wears goggles تلبس جوجل نظارة سباحة. When she swims عندما تسبح. Her friends أصدقائها like مروة. Her friends أصدقائها هنا like مروة بيحبوا مروة. Because she is kind لأنها طيبة and clever وشاطرة. She helps her friends بتساعد أصدقائها all the time طول الوقت. آية is a good squash player لكن آية لاعبة سكواش جيدة. Her racket مضربها is red لونه أحمر and white وأبيض. They are good players هم لاعبون جيدون. They advise all people بينصحوا كل الناس to practice sports لما يمارسوا الألعاب الرياضية to practice sports. Page 62 صفحة 62 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. علي and his friends علي وأصدقاء play football بيلعبوا كرة قدم on a beach على ملعب كرة القدم. آية's racket يعني مضرب آية is بيكون لو رجعنا للقطع وشفنا مضرب آية يعني red and white يعني أحمر وأبيض. What sport does مروة like مروة بتحب تلعب إيه لو فاكرين بتحب تلعب swimming سباحة يبقى she likes swimming. Why do Marwa's friends like her? ليه أصدقاء مروة بيحبوها؟ Because she is kind and clever. لأنها طيبة وشاطرة. السؤال السادس Reorder رتب Reorder إيه؟ رتب The words الكلمات To make correct sentences رتب الكلمات عشان تكون جمل صحيحة. She is good at هي جيدة في playing squash في لعب السكواش. Tourism السياحة gives بتدي local people السكان المحليين jobs وظائف. ماي كراتي سوت بدلة الكراتي بتاعتي is white لونها أبيض. How often كم مرة do you play tennis بتلعب فيها التنس.
السؤال السابع. بنك تويت على ما التلقين would you like an orange احمد الدبليو كابيتال واحمد الاي كابيتال علامة استفهام موجودة وقبل احمد كومة موجودة بمعنى هل تحب برتقانة يا احمد، يبقى اول حرف كابيتال واسماء الاشخاص كابيتال. السؤال الثامن والاخير your favorite sport لعبتك المفضلة هتبقى my favorite سبورت لعبتي المفضلة. لو رجعنا للفيديو اللي قبل ده في أول 3 امتحانات اللي هي في امتحان القاهرة والجيزة واسكندرية هتلاقوا الباراجراف، هنقوله بس شفوي عشان حليناه قبل كده. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص بنحول الضمائر يور تحول لماي بس المسافة. هنا بيقول لي وات از ذيس سبورت، ايه هي الرياضة دي؟ واي دو لايك ات، ليه بتحبها؟ هقول مثلا ماي فيفورت سبورت از فوتبول، I play it because it is interesting، بحبها عشان شيقة. بلعب فين؟ I play football at the club، بلعب مع مين؟ أقول I play football with my friends. بلعب إمتى؟ أقول I play football on Fridays، وهكذا. ممكن أقول my favorite sports player يعني لاعبي المفضل is محمد صلاح. ممكن أكمل أقول I like scoring goals، وهكذا. كده النهاردة يبقى خدنا الامتحان الرابع والخامس والسادس، الامتحانات كتاب المعاصر الاضافي منهج كونكت 5 منهج الصف الخامس الابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.